أحبائي أعزائي متابعيني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفاتي. بإذن الله سوف نتكلم اليوم عن عشبة مهمة جدا، وعشبة متواجدة ومنتشرة في فصل الشتاء. توجد هذه العشبة في بلدان كثيرة في آسيا وأفريقيا، توجد في كثير من البلدان العربية مثل مصر، مثل فلسطين وسوريا والأردن ولبنان، وبلاد المغرب العربي مثل ليبيا والجزائر والمغرب وتونس، وتوجد في كثير من البلدان العربية الأخرى. لهذه العشبة فوائد وخصائص علاجية مهمة. هذه الخصائص العلاجية تعالج الكثير من الأمراض، حيث تحتوي عشبة القريص على الهستامين، مضادات الهستامين، وتحتوي على الحديد، وتحتوي على الكالسيوم والمنغنيز والكاروتين وحمض الفورميك. فهذه العشبة من أهم فوائدها تعمل على مكافحة مرض السرطان باحتوائها على مضادات الأكسدة، وتعمل على علاج فقر الدم وتقوية الدم لاحتوائها على خصائص تعمل على تقوية كرات الدم البيضاء، ومهمة جدا في علاج أمراض المفاصل وتخفيف من آلام وأمراض المفاصل، وتعالج الكثير من الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية والأمراض الجلدية الأخرى، وتعزز صحة القلب والشرايين، ومهمة جدا في علاج كثير من مشاكل المعدة ومشاكل الجهاز الهضمي، وأيضا مهمة في الأمراض النسائية، حيث تعمل على التخلص من الالتهابات النسائية وتعقيم المهبل، ولها أيضا كثير من الخصائص العلاجية الأخرى، حيث تعمل على تنقية الجسم من السموم، وأيضا لها الكثير الكثير من الخصائص العلاجية الأخرى، حيث تستخدم هذه العشبة أيضا في عملية خفض مستوى السكر وخفض الدم، تخفض مستوى السكر ومستوى ضغط الدم بنسبة كبيرة جدا، لذا يحذر على الذين لديهم انخفاض في السكر وانخفاض في الدم في ضغط الدم من تناول هذه العشبة لتخفيضها السكر والدم بنسبة كبيرة، وأيضا حذاري من الحوامل تناول هذه العشبة، لأنها تعمل على تنقية تعمل على تنشيط الدورة الدموية. كيفية استخدام هذه العشبة؟ تستخدم هذه العشبة بأخذ ملعقة من العشبة الخضراء، وتوضع في كأس يصب إليها الماء المغلي، تبقى ربع ساعة منقوعة ثم تصفى وتشرب مرتين أو ثلاث مرات في اليوم. مدة استخدام هذه العشبة لمدة شهرين. كما ترون هذه العشبة أمامكم في تصوير مباشر لهذه العشبة، كما تظهر بالشكل أنها عشبة ذات أوراق إبرية أو أوراق شوكية، لها خصائص حيث عند لمسها تشعر بالحكة الشديدة لاحتوائها على حمض الفورميك الذي يعمل على تهيج الجلد. أيضا أنه ذكرنا أنه استخدام هذه العشبة يتم بنقع هذه العشبة في مقدار ملعقة من أوراق هذه العشبة، في يضاف إليها ماء مغلي مقدار كأس، توضع تترك ربع ساعة ثم تنقع ثم تصفى وتشرب ثلاث مرات في اليوم. وبالنسبة لمرضى المفاصل أو التهابات المفاصل، يتم تلسيع منطقة المفاصل خصوصا الناس اللي عندها خشونة في الركبة، تضميد منطقة المفاصل بهذه العشبة، حيث أنها تعمل على تهيج منطقة الجلد، وبالتالي
تحفز الأعصاب الموجودة في هذه المنطقة، حيث يتم الشفاء من أو تقليل نسبة التهاب المفاصل وتقليل نسبة آلام المفاصل. إذن هذه العشبة عشبة مهمة جدا، متواجدة الآن موسمها في فصل الشتاء، تكون منتشرة في الأراضي الزراعية وبين الأشجار.